عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة. وأجري بعد استبعاد وردة لا نقبل التجاوزات وعلينا تعويض النقص العددي. ده كان كلام خفير أجري النهاردة للصحفيين، وقعد برضو مع اللعيبة وقال إن هو لن يقبل هذه التجاوزات. أيضا في إطار الجلسات الكثيرة اللي عقدها الجهاز الفني وكباتن الفريق، الكابتن الفريق أحمد المحمدي وأيضا الكابتن الآخر محمد صلاح بيجتمعان باللاعبين بعد استبعاد عمرو وردة، طلبوا اللعيبة الحقيقة خلال هذه المباراة أو خلال هذه الفترة بالتركيز فقط في مباراة اليوم. مباراة النهاردة كانت مباراة أو مباراة مهمة جدا، وبالتالي كل اللي طلبه كابتن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي وكابتن محمد صلاح الاثنين كباتن منتخبنا الوطني، الاثنين طلبوا التركيز فقط في كرة القدم بعيدا عن عمرو وردة. أيضا المدير أو مدير المنتخب قال المهندس إيهاب الهيطة لازم نغلق ملف وردة ونركز في مباراة الكونغو، وده اللي احنا كنا بنطالب به الحقيقة. أنا اللي أنا كنت عارفه أن خلال الفترة اللي فاتت كان هناك إجراء شديد سيتم اتخاذه بعد نهاية البطولة، ولكن ما حدث خلال امبارح والنهاردة أعتقد أن ده عجل بهذا القرار. واتحاد كرة القدم بيعلن الاكتفاء ب 22 لاعب في أمم أفريقيا بعد استبعاد عمرو وردة. والنهاردة بالمناسبة أيضا سيكون هناك تعديل في ألوان زي المنتخب الوطني أمام الكونغو. المنتخب هيلبس النهاردة تي شيرت أحمر وشورت أسود وشراب أبيض، وده بناء على تعليمات المراقب المباراة لعدم حدوث تشابه في الألوان ما بين الفريقين. طيب عايز اقول لحضراتكم ان هي كل التركيز دلوقتي، انا ما اعرفش الحقيقه الموضوع ده حصل ليه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، موضوع عمرو ورده حصل ليه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، ايه اللي حصل فيه واللي احنا نعرفه قلناه لحضراتكم، ولكن في النهايه خلينا بقى نبتعد عن هذا الموضوع، لان كل ما تفتح اي حته على السوشيال ميديا على المواقع على كل حاجه الناس كلها بتتكلم في هذا الموضوع وسايبه منتخبنا الوطني. مش معقول يا جماعه ان احنا نسيب منتخبنا الوطني ونتكلم في عمرو ورده. عمرو ورده اخطا وتم عقابه وبالتالي الموضوع انتهى تماما. خلينا بقى نركز مع منتخبنا الوطني، ونتمنى يا رب النهارده ان شاء الله ان هي تكون مباراه يستطيع فيها منتخبنا الوطني ان هو يزيل كل القلق اللي على او اللي الناس كلها قلقاناه خلال الفتره او خلال المباراه الاولى. ان شاء الله النهارده مباراه مهمه ومباراه صعبه، واعتقد لعيبه منتخبنا بالكامل هيكون لهم دور كبير جدا 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 في ازاله هذا القلق. خلينا بقى نروح لجرافيك المباراه.